فخفت اسقط الحوار. اسقط الحوار؟ يعني ايه بقى الكلام ده؟ قصدها تنسى يعني يا ماما. ما انا عارفه يا لمضه، انا بس صعبان عليا لغتنا الجميله اللي قعدت ادرس فيها طول عمري تتبهدل بالشكل ده. سليمه اخباره ايه؟ يعني قصدي عامل ايه يعني في شغله الجديد؟ الحمد لله حبيبتي، ربنا يجيبه بالسلام. يلا على المطبخ حضري لنا الغدا واعملي حساب فريده معايا. لا لا تعمل حساب فريده ايه، ده انا ماما مستنياني على الغدا من بدري ولازم اجري. على اذنكم، باي باي. باي باي يا حبيبتي. الحمد لله على السلامة يا سليم. كنت حاسة إن أنا أشوفك. أنت كويس؟ كويس أوي. طب خلي بالك على نفسك. أنت كمان. سلامة يا دنيا، موتش لانك جاي. مكنتش عارف. مالك يا سليم؟ ابراهيم يا ابراهيم، قوم يا ابراهيم قوم. خير يا سميحة؟ في ايه؟ الساعة كانت 9. لا يا دوبك العشاء لسه مقدنة. حرام عليك يا سميحة، بتصحيني ليه طيب؟ أنا مش قايل لك تصحيني الساعة 9 عشان عندي وردية لحد الصبح. أم رحمة بره عايزاك. عايزة مني ايه ام رحمة؟ جاية تخطبني منك؟ تخطبك ايه بس يا ابراهيم؟ بنتها الصغيرة عيانة وعايزاك تبص عليها؟ قوم يا اخويا قوم، دي ولية غلبانة ومتعشمة فيك. طيب هعملي لي قهوة على مغسل ايديا واتهرى واجي لك. ماشي، ما تتأخرش. انا مش فاهمة ايه اللي افترى ده؟ يعني انت تخاطر بحياتك عشان تمنع الاشكال دي فيسيبوهم هم ويحققوا معاك انت؟ معلش يا بنتي، ان شاء الله التحقيق يطلع سوري كده وخلاص. ما تقاليش، اللي فهمته من المأمور ان صاحب العربية ده طايله وهيج الدنيا عليها خلاص. قوم يا دنيا قوم نام وارتاح شوية، انت جاي تعبان من السفر عشان بكرة ما تروح التحقيق تبقى فايق كده ومركز. يا ستي خلاص مش فارقة، اللي يحصل يحصل. بقولك ايه يا سيدي، بص انت تاخد ماما معاك وانت رايح التحقيق وتعمل لهم حبة من بتوع ابني يا سعادة الظابط ما عملش حاجة، وصدقني ما حدش هيكلمك خالص. ايوه كده اضحك يا سليم وفكها، ان شاء الله خير. ان شاء الله، سيبيها على الله. ونعم بالله. بقول لك ايه؟ يلا نروح ننضف الاوضه. انا مش الفلبينيه اللي حاجه جايباها، يلا بقول لك. امشي يا بنت من هنا. ما تخافيش يا رحمه حبيبتي، انت زي الفل وهتخفي وهتبقي حلوه قوي، بس ماما بس هي اللي بتعمل من الحبه قب. يعني ما اديهاش مضاد حيوي يا اخويا؟ يا ست اسمعي الكلام اللي بقول لك عليه. اديها الدواء اللي عندك وهي هتبقى زي الفل ان شاء الله. يعني ما اديهاش دكتور يطمني على البيت؟ دكتور ايه بقى؟ وانت شايفاني سمكري سيارات؟ وماله السمكري يا اخوي؟ ما ابو رحمه سمكري. خلاص يا ست بقى وديها لابو رحمه بقى، ولو اتجرحت ولا اتعورت ولا اي حاجه يبقى يرد لها الجرح على البارد، وبلاش ادويه بقى ولا دكاتره. مش القصد يا اخويا، بس انت يعني اسم الله على مقامك ممرض. يا ست ام رحمه انا تمرجي بس ما بقولش اي كلام وما بقولش اي حاجه لما اكون متاكد منها. فلوسك كتير بقى انت وابو رحمه وعايزه تغرمي، روحي وديها للدكتور، بس هيقول لك نفس الكلام اللي انا قلته لك ده بالظبط. خلاص يا ام رحمه اسمعي الكلام بقى. حاضر يا اختي حاضر. وليك عليا يا ستي، لو ما ارتحتش على الدواء ده وخفت باذن الله انا هوديها لك اكبر مستشفى في مصر على حسابي. ربنا يخليك لينا يا اخويا وما يحرمناش منك ابدا. الله يخليك يا ام رحمه، ما تقعدي تخرطي لك شويه كوسه مع سماح. لا يا اخويا عندي محشي. طيب السلام عليكم. يلا يا بنتي يا رحمه. يلا يا بنتي حلوه، رحومه يا عسل. مع السلامه. سلام يا حبيبتي. مين سماح؟ ها؟ مين سماح؟ تعرف واحدة اسمها سماح غيري؟ والله الواحد دماغه مقلوبة، أنا صاحي من النوم مش دريان بحاجة يا سميحة. إلا وأنت بتحشي الخيار يا سميحة ولا إيه؟ أعمل سلطة. شفتي بقى الناس الواحد يخدمهم وهم يهزقوه. معلش حقك عليا، أهو كله بثواب. أنت فاكر إن أنا زعلان يعني إن أنا مش دكتور؟ لا
ولا زعلان ولا حاجة، الحمد لله. أنا عارفة، عارفة إنك كنت جايب مجموع كبير في الثانوية العامة، وإن لولا أبوك الله يرحمه كان زمانك دلوقتي دكتور قد الدنيا. يا ستي والله ما زعلان إن أنا مش دكتور، ده أنت لو جيت المستشفى عندنا وشفت الدكاترة ومرتباتهم عاملة إزاي وحالهم عاملة إزاي هيصعبوا عليكي، هتقولي التمرج ده رحمة، هيبقى أنا يعني ناقص كده تطلعي 20 جنيه من جيبك وتديها للدكتور منه. أيوة اضحكي كده يا شيخة. والله يا سامحة ما بيهون عليا هموم الدنيا دي إلا ضحكتك. تسلم لي يا حبيبي. صحيح أنت هتعمل إيه مع حسن الطبع؟ طبعًا يا فندم معاليك عارف كمية الضغوط اللي بتعرض لها، ومع ذلك أنا مش ممكن أغير موقفي أبدًا. الفاسد لازم أفضل وراه لحد ما أكشف فساده وأدفعه الثمن. تحت أمر معاليك يا فندم. نأجل الاستجواب لحد ما حضرتك ترجع لي. بس طبعا سيادتك لو لقينا حل ودي جميع الاطراف هتبقى مبسوطه. وبعدين يا سليم؟ يا عماد بيه العربيه كلها كانت معباها حشيش. وهي فين العربيه دي؟ سعادتك عارف. عارف انها هربت. معنى كده ان مفيش قضيه. وبعدين يا اخي انت رحت تفتش عربيه ليها حصانه من غير ما تأمن نفسك. ده كلام يا حضرة الضابط. يا باشا الطريق اللي كانوا جايين منه طريق بيت سليمان عرام، يعني أكيد جايين بمخدرات، وتميم أكيد بيتاجر في المخدرات وبيتحمى في موضوع المجلس ده. حتى لو أنت ما عملت شغلك مظبوط وهم موقفهم القانوني سليم، وبعدين يا أخي أنت ساب الدنيا كلها وراح تضرب الحارس بتاع عضو البرلمان، الضرب ده بيسمع في كل حتة يا حضرة الضابط. انت مش عارف اللي بيجرى حوالينا، الناس كلها حطانا في دماغه. يا باشا انا افتكرته هيطلع سلاح. افتكرته؟ الله، افتكرته واحتمال وجايز انه انت ضابط مباحث، تقديراتك لازم تبقى سليمه 100%. احنا مش بنقرا الكف. عموما انا حاولت الم الموضوع باقل الخسائر. شغلك القديم والملف بتاعك بيشفع لك. أنا هكتفي بس بلفت النظر وتأخير الترقية ونقلك من مكانك. يا باشا ما ينفعش كده. بكرة الصبح تقدم مخلاء طرف، وبعد بكرة تستلم في اسم العمرانية، واحمد ربنا إن ما نقلتكش الصعيد. سيادة الوزير مش عايز حركة كتير. ضابط المباحث اللي هناك من حسن حظك عمل حادثة ومش هيرجع قبل 4 شهور. اتفضل يا أستاذ، ومش عايز مشاغبة تاني. أوامر سعادتك. اتفضل. الضابط اللي خرشمك خد جزم اتنقل عشان تعرف إن أنا رجالتي محدش يقدر يقرب منهم. جزا ده كان هيموتني يا باشا، يعني المفروض يتخرشم زي ما عمل معايا. انه يتنقل اهم عندي من انه يتخرشم يا حمار. لو كان قاعد مكانه كان قاعد يرزل علينا في الرايحه والجايه، وانت عارف ان ده طريقنا كل يوم. مظبوط كلام سعادتك يا باشا. على العموم هو اتنقل اسم العمرانيه، يا ريت ما نهوبش ناحيه الاسم ده عشان بس ما نتضربش تاني. بس انا اتخذت على اخوانا يا باشا. اخوانا دي لما تاخد بوكس ولا اتنين مش يغمى عليك وتتخرشم وتروح في غيبوبه. جاتك نيله جايبك تحميني ولا عايز اللي يحميك؟ الحمد لله يا باشا، واسم العمرانيه مش بعيد، بس انا مش هسيب حقي حتى لو بعد 10 سنين. ولا مصيبه وراحت لحالها، ما تعرفش من الراجل ده تاني. خلصت؟ خلصت؟ خلصت يا باشا. أما إنك بني آدم غريب صحيح. حد يزعل إنه مش هيتشحطط وهيجي يقعد معانا هنا؟ شكله كده كان مبسوط وهو بعيد عننا يا ماما. لا بس كنت دي كمان مش فاهمة حاجة. أنت عارفة كويس إيه اللي مضايقني. النقل ده لو كان جه في ميعاده ومظبوط كنت مبسوط. بس ده جالي بجزة. بيعاقبوني عشان بشوف شغلي. بس شفته غلط. شفته غلط ازاي يعني؟ عشان مسكت لهم شويه عيال صيعه. حصل ايه بقى لما اتسرعت ومسكت شويه الصيع؟ العيال الصيع دول طلعوا
وانت اللي اتأذيت. صح، عندك حق. كانش وقته خلص يا ماما الكلام ده. امال وقته امتى بقى؟ لما يخش السجن ولا يتأذي؟ بعد الشر يا ماما، ما تقوليش كده. ده ابني الوحيد، انا ما حبيتش غيره في الدنيا. وبعدين بقى الحق ما يزعلش، ما انا طول عمري بشتغل، عمري ما غلطت مره واحده. ايوه ماما معلش، لما تكوني ناظره في مدرسه غير لما تكوني ضابط بوليس خالص. خدي دخلي له الطبق ده، بس اوعي تقولي له ان انا اللي عملته. يعني مش هعرف. حاضر حاضر. يا معلم، ما انا قلت لك اصبر عليا يومين لحد ما ادبر نفسي. ما انا مش فاضي، عندي فرح في طنطا. بعدين الموضوع مش محتاج تاخير. مش محتاج تاخير ازاي؟ دي جنايه. وصلات الامانه اللي عليك ما هي جنايه برضه يا ابو خليل. كده برضه يا معلم، هي دي اخره العشره والجيره؟ عايز تحبسني بوصلات الامانه اللي عندك؟ احبسك ازاي؟ تف من بقك. الله عليك، ده احنا جيران واخوات. وبعدين مش المعلم حسن الضبع اللي ياخد حقه عن طريق الحكومه. يا معلم انت مستسهل الموضوع خالص. دي عهدة يا معلم، عهدة بستلمها بتتسجل في دفاتر، واللي بيفيد منها واستخدمه برضه بيتسجل في دفاتر، مش سبهللة يعني. ما هو عشان مش سبهللة بندفع فيه الشيء وشويات. طب والفوارخ؟ هرجعها لك أول ما أخد اللي جواها، ماشي يا عم؟ ما ينفعش يا معلم، ما ينفعش. أرجوك تفهم بس الحكاية، الفوارخ دي يا معلم اللي أنا بديه لأي مريض بيتسجل اسمه وبتتسلم الفوارخ برضه. طب خلاص، اسحبهم لي أنت في سرنجات وخلي الفوارغ عندك. اظن كده بقى مالكش حجه بقى. بتلمي هدومك ورايح على فين يا سليم؟ انا كده هبدا اصدق بقى انك عايز تمشي وتسيب البيت. امشي اروح فين يا بنت انت هبله؟ رايح اخلي طرفي، لازم امشي دلوقتي عشان الحق ارجع بكره. طب هو انا ممكن اخد من وقتك دقيقتين؟ دقيقتين، ساعتين، يومين، اهري براحتك. يا بنت انت مفيش زيك في الدنيا دي كلها. يا حبيبي انت اللي مفيش زيك خالص. عايزك تتاكد ان انا وماما عارفين كده كويس قوي. احنا بس خايفين عليك. تخافوا علي ايه؟ خلاص بقى، اللي تخاف منه حصل خلاص، مفيش حاجه ممكن تحصل تاني. يا حبيبي النقل ده فرصه كويسه قوي عشان تقعد معايا هنا. انا خلاص هتجوز مش هتشوف وشي تاني خالص. لا يا اختي ما تلككيش بيا، اتجوزي انت ومالكيش دعوه. مع اني بصراحه بقى خطيبك ده معلش يعني هو كلع حبتين. هو من ناحيه كلع فهو كلع، بس اللي لقيته يعني. صدقني انا قعدت ادور كتير قوي عشان خاطر الاقي واحد حلو كده وقمر وبشنب. يا بنت اتعلمت الباكج ده فين؟ والله ما باكج. يا سليم لو سمحت ما تزعلش من ماما. انت عارف ان هي من زمان بتحب النظام وميري اكتر من الميري نفسه. معلش. عايزة يومي برضه. خلي بالك من نفسك. وانت كمان يا حبيبي. يا قصير انت. لا 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 الله. محمد رسول الله. سليم بيه، سليم بيه. والله هتقطع مين يا سليم بيه؟ أنا شهدت في التحقيق اللي حصل. رسال الله ودي حكمته. بقول لك يا عويس، عايز منك خدمة. أمر يا باشا. فاكر العيالين اللي احنا شفتهم في الكمين؟ أيوة يا فندم. لو شفتهم هنا تاني أعرفك كانوا فين وبيعملوا إيه وبلغني. حاضر يا باشا، عينيا. امسك. الشنطة دي فيها بلوفرين على كام كوفية، الجو برد. لو سقعت ولا حد من عساكر الساعات خليه يلبسه. تشكر يا ابن الرسول يا غالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اللي جاب الدواء ده عندك في الأوضة؟ ايه ده؟ انت بتفتشي في أوضتي ولا ايه؟ لا أنا ما كنتش بفتش في أوضتك. أنا كنت بوضب الأوضة ولقيته في الدرج. ماما أنا قريت نشرة الدواء ده. أنا عرفت إن هو دواء للقلب. أنت عيانة؟ لا يا بابا مش عيانة ولا حاجة، أنا تعبت شوية، رحت للدكتور كتب لي الدواء ده وباخده. وأنت إزاي تخبي علينا حاجة زي دي؟ والله لما يجي سليم هقول له بقى هو يتصرف معاكي. قرابت، أنت بتهدديني بأخوكي ولا إيه؟ أخوكي ده ظابط على نفسه. أنا ما بهزرش على فكرة. بس أنا بقى بهزر. أوعي يا حبيبتي تجيبي له سيرة لما يجي عشان خاطري. لا يا ماما أنا لازم أقول له. إيه إيه يا بنتي يا حبيبتي، ما يبقاش مخك ناشف. أنا ما صدقنا ربنا هداه وارتاح في شغله. بس ما ينفعش أخبي عليه حاجة زي دي. هيعمل لي إيه يعني؟
هو انا عيلة صغيرة عشان يعاقبني؟ عشان خاطر ماما. اوعي إيه تجيبي سر للواد ده لما يجي، هزعل منك بجد. خلاص حاضر اتفقنا، بس توعديني انك ما تخبيش عليا اي حاجه تخص صحتك، الا والله هقول لسليم على كل حاجه. يا جدع ما تبقاش مجنون، انت مين باشا قال لك تنسى الموضوع ده نهائي؟ يقول زي ما هو عاوز، لا هو اللي اتضرب ولا هو اللي ليه حق. ما هو جاب لك حقك يا سمير. لا وانت الصادق جاب حقه هو، يحمي بضاعته وراحه جايه على الطريق، لما حق انا هعرف اجيبه. يا ابني اقل ده ظابط. والله لو كان وزير الداخليه ليا حق وهجيبه من حباب عينيه. صباح الخير يا سليم باشا، صباح الخير يا باشا. سلم. ايوه يا ابو صمر، الزبون نزل من بيته. انا كنت عارفه ان مقابلتك للي اسمه سليم ده مش هتعدي على خير. هو انت مش هتبطلي الهبل اللي انت فيه ده؟ ده مش هبل يا ماما، وبعدين انا قلت لك ان انا قابلته بالصدفه، ما لحقتش حتى اقف معاه، فيا ريت ما تكبريش الموضوع بقى. تعالي هنا كلميني، ما تسيبينيش كده وتمشي، الموضوع كبير لوحده يا حبيبتي. تقدري تقولي لي عملتي ايه مع ياسر؟ ما عملتش حاجه، رفضت بالذوق. رفضتي بالذوق؟ يا بنتي ده مديرك في الشغل ومستقبله كويس قوي، وبعدين شريكي، وهيسيبك تعملي كل اللي انت عايزاه. وانا مش هروح اتجوز ياسر لمجرد ان هو عايز يتجوزني وموافق ان انا اشتغل. الله العظيم انت مجنونه يا بنتي. يا بنتي العمر بيجري وانت ما بقيتيش صغيره. كل شيء نصيب يا ماما، انا هتاخر على شغلي. عيني عليك يا بنتي، ربنا يهديك. انت ليه بس واخد موضوع النقل ده على انه جايز لسليم بيه؟ مش جايز القيادات بتوعك شافوك انك وحش فقالوا نقلوك في حته تليق بيك. ربنا يخليك يا طارق بيه. انت اكيد عارف سمعه دايره الاسم عندنا، الحته كلها لبش ومليانه مشاكل. عارف بالذات دلوقتي العيال المسجلين كلهم دلوقتي جابوا قرارك وعرفوا انك جيت. مش للدرجه دي يعني، هما لحقوا. بص اي ضابط بيجي جديد هنا بيفضلوا وراه ويجيبوا قراره، وانت ما شاء الله سمعتك سباك، زمانهم عاملين لك ألف حساب من قبل ما يشوفوك حتى. سعادتك ما انت عارف بقى الصيت ولا الغنى. لا اسمع مني بس، هما مش هيعدوا المساله كده، هيحاولوا ينكشوك ويجربوك ويشوفوا ميتك ايه. بس هي ديتها بس لما تعمل نمره تعلم عليهم، بعد كده كل حاجه تمشي تمام. ربنا يسهلها. وعلى فكره ان لا في بهوات ولا بشوات نخاف منهم، يعني اللي اتعامل معاك في الصف عمره ما هيحصل هنا. ربنا يسترها. تعالى يا زناتي. صباح الفل يا باشا مصر. صباح الخير. زناتي بقى اقدم امين شرطه عندنا هنا في القسم. تقدر تقول عليه اقدم واحد في القسم كله، يمكن يكون اقدم من الباشا المامور نفسه. واد جدع ورجوله، بنعتمد عليه كتير في شغلنا. ربنا يعز سعادتك يا طارق باشا. سليم بيه معاون المباحث الجديد، عايزك تفضل معاه النهارده تمامك اوامره بالحرف. ها نورت اسم العمرانيه يا باشا. يعيش يا زناتي. على فكره زناتي كمان من سكان المنطقه، يعني ليه عارف كل الناس وكل الناس عارفاه، فبيسهل لنا شغلنا كويس. بس اكيد الموضوع ده عامل لك مشاكل يا زناتي مش كده؟ اعوذ بالله يا باشا، مشاكل ليه بس؟ يعني تلاقي كلهم حبايبك بقى وقرايبك اللي عايز خدمه من هنا ومن هنا، وانت طبعا بتحب تراضي كل الناس. لا مؤاخذه يا باشا ما فيهاش مرضيه، انا اللي يمشي عدل اشيله على راسي، انما اللي يغلط لا عندي لا حقوق ولا جيره ولا اي حاجه. طب يلا زناتي مع سليم بيه وريله مكتبه الجديد، والنهارده انت تمامك معايا، انت النهارده راحه من الشغل. اوامره وتتنفس. اوامر يا باشا. يلا اتفضل يا سليم باشا. عريسك يا باشا. اتفضل يا باشا. ربنا يستر. نورت الاسم يا باشا مصر، وسيد سعادتك واصل من قبل ما تيجي. ربنا يخليك يا زناتي. اتفضل يا باشا. اتفضل سعادتك يا باشا. نورت يا باشا. انا مش عايز سعادتك تشيل اما اي حاجه طول ما انا موجود يا باشا، يعني هتعرف دبه النمله في الدايره من قبل ما تحصل، كان سعادتك موجود في الشارع ليل نهار. لو انا مش قاعد على المكتب عطل يا زناتي، انا بحب اشوف شغلي بنفسي وانت هنا عشان تساعدني زي ما انت قلت. العفو يا باشا مصر، اوامر.
بس لما قصدي يا باشا الشغل هنا غير، ومنطقتي كلها لبش وهرش وانا اضرب بيها. وانا ظابط مباحث مش مدرب بلية زنادي، واكيد انت سمعت عني زي ما بتقول، مش كده ولا ايه؟ طبعا يا باشا. ماشي يا زنادي، هات لي بقى القواضي المتعلقه والمحاضر اللي ما اتعملش فيها حاجه عشان نبص عليها. اوامر يا باشا مصر، بكره الصبح ان شاء الله تكون قدام دلوقتي يا زنادي. اوامر يا باشا. تمرني بحاجه تانية سعادتك. اوامر يا باشا مصر. اللي قول لي يا زنادي صحيح، تحت امر سعادتك يا باشا. هو انت اسمك زنادي ايه؟ اسمك الثلاثي يعني؟ اسمه الثلاثي؟ لما مؤاخذه يا باشا تطلع لي باسبور ولا ايه؟ عشان لو حبيت تسافر قريب. ممكن برضه سعادتك. زناتي السيد زينهم يا باشا. زناتي السيد زينهم. زينهم يا باشا. تمام، اتفضل. اي امر يا باشا مصر. اقفل الباب وراك. امر يا باشا مصر. الو يا ابو الانوار، صباح الفل. ازيك يا باشا؟ اخبارك يا باشا؟ لا عديت عليكم في التفتيش امبارح عشان اطمن عليك، ما لقيتكش. لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه كده، كنت عايزك في خدمه صغيره. لا ده امين شرطه كده اسمه زناتي السيد زينب.